السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لاصوص طارطار او صلصة الطارطار. هي صلصة رائعة قدمتها ويعني ذكرتها لكم في الفيديو اللي كان سبق ديال الساندويتشات او الشاورما. مقاديرها سهلة وبسيطة، ندوز ان شاء الله نعطيها لكم. عندنا باش نصايبوا لاصوص طارطار، عندنا لاصوص مايونيز. هذه عندي صوص مايونيز اللي صايبتها بالحليب والفرماج، ان شاء الله تلقاو الوصفة ديالها في صندوق الوصف. عندي معلقه ديال الحامض، عندي بصله او بصله خضريه من الاحسن الا كانت غير طريف منها، شويه ديال الربيع. عندنا لاموطارد، الملحه، زيت الزيتون، وعندنا الكورنيشون الا توفر كورنيشون يعني مقطعينه يكون مقطع رقيق. انا ما توفرش عندي في هذه الظروف هذه، فخديت الزيتون المقطع، زدت قطعته صغير جدا وهو اللي غادي نستعمل. غادي ناخذ واحد الكميه من صلصه المايونيز، يعني الكميه اللي بغيتو، 3 او 4 ديال المعالق. غادي ندير عليها شويه ديال البصله الخضريه. الا ما توفرتش عندكم البصله الخضريه غتستعملوا طريف صغير من البصله العاديه ويكون مشلض رقيق. غادي ديروا عليها واحد المعلقه صغيره او معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، وديروا عليها هذا الكورنيشون او الزيتون. هذا الاستعمال ديال الزيتون بصراحه هذه غير اجتهاد مني، ما عنديش الكورنيشون فاستعملت الزيتون، يعني نفس الطيبه تقريبا. وغادي ندير تقريبا واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. غادي نضيف واحد الرشيشه صغيره ديال الملح، ممكن تستغناو عليها الا استعملتوا الكورنيشون لانه تيكون مالح. وغادي نضيف ديك المعلقه ديال الحامض، معلقه كبيره ديال عصير الحامض. وكذلك غادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال لاموطارد. هنا ممكن تستعملوا الصلصه الحاره الا توفرت عندكم، الا كنتوا باغيينها فممكن تستعملوها. غادي نخلط هاد جميع العناصر اللي درت مع هاد المايونيز، غنحركوهم مزيان. هاد لاصوص هادي فكنستعملوها مع بطاطا فريت، مع لي ساندويتش، مع الدجاج، مع لي فريتور، فهي كتجي زوينه بزاف، المذاق ديالها كيجي رائع. انا استعملتها فلي ساندويتش اللي كنت قدمت كما قلت لكم قبل ديال الدجاج، ديال الدجاج، ساندويتشات الدجاج او لا الشاورما اللي كنت قدمت لكم مع اللي درتهم في البطبوط او لا المخمر. فدهنت الطبقه الاولى بالمايونيز وحطيت فوق منها فوق من ديك المايونيز ديك الشاورما اللي طيبت. فوق من الشاورما فدرت واحد الكميه من هاد لاصوص طارطار هادي، فعطاتهم واحد النكهه زوينه بزاف. ديك البصله مع ديك الزيتون مع الحامض، يعني كانت واحد النكهه جميله. صافي غنستمر فحال هكا، غادي نخلطوا هاد المقادير كامله. وهي لاصوص ديالنا واجده، فهي كتجي شويه عاقده شاده راسها مزيان. نقدمها لكم في الطبق النهائي. هذا هو، هذه هي لاصوص طارطار ديالنا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم و يعني تستهلكوها وتقدموها لوليداتكم بالصحة والراحة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش تخليوا لي لايك للفيديو إلى عجبكم.